يا صباح الورد والهنا والسعادة على كل مشاهدي قناة تن في كل مكان. حلقة جديدة من صباح الورد بأخبار جديدة ومتابعة لكل اللي بيحصل على الساحة الرياضية والفنية وكل الأخبار اللي تهم حضراتكم، وعندنا فقرات كتير كمان يا رب تعجب حضراتكم النهاردة. ولكن زي ما تعودتوا معانا بنروح في البداية لموجز التاسعة وزميل العزيز كريم حاتم. صباح الورد يا كريم. صباح الورد يا أحمد، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة تن، وأهلا بكم في موجز الأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية، بحيث يشمل كافة الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة وفق أعلى المستويات. وخلال اجتماعه بمستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، وجه السيسي بأن يكون هدف مشروع تطوير منطقة ميدان رمسيس تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل المرور وخفض نسبة التلوث، وذلك في إطار التنسيق الحضري المتكامل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة أورنج وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا والخبرات المتميزة للشركات الفرنسية في كافة المجالات. وخلال استقباله رئيس شركة أورنج العالمية للاتصالات ستيفن ريتشارد، أشار الرئيس إلى عملية التنمية الشاملة الحالية في مصر وما يصاحبها من تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي والاتجاه نحو تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، خاصة في نظم إدارة المنشآت والمدن الجديدة. من جهته أعرب ريتشارد عن حرص الشركة على التوسع في أنشطتها في مصر. استأنفت اللجان الانتخابية منذ قليل عملها باستقبال الناخبين في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، وجرت عملية التصويت في اليوم الأول بانتظام داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة بالمرحلة الأولى من الانتخابات التي استقبلت الناخبين من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء على مدار اليوم. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 100 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101,981 حالة. وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل 354 حالة جديدة ووفاة 12 حالة جديدة. وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 113,381 حالة، من ضمنهم 6,560 حالة وفاة. قررت اللجنة العليا الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال اجتماعها الأول برئاسة وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم تأجيل موعد المعرض ليقام بدءا من 30 من يونيو عام 2021 حتى 15 من يوليو من نفس العام بزيادة 4 أيام عن المعتاد، نظرا للمستجدات والتطورات المتعلقة بجائحة كورونا على مستوى العالم. كما تم التنسيق بين الجانبين المصري واليوناني على تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف المعرض للدورة التالية. قال مصدر في وزارة الطاقة السعودية إن انفجارا وقع في خزان للوقود داخل محطة توزيع المنتجات البترولية الشمالية جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف أدى إلى نشوب حريق. وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق نافية وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أكدت عدم تأثر إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائها. من جانبه أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي التركي المالكي تورط ميليشيات الحوثي في استهداف المحطة، كما أوضح أن هذا الاعتداء لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، بالإضافة إلى أمن الطاقة العالمي. بدورها أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيات الحوثي خزان الوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة السعودية. وفي بيان وزارة الخارجية أكدت مصر رفضها التام لمثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي ترتكب ضد منشآت حيوية بما يستهدف أمن المملكة واستقرار إمدادات الطاقة. هذا وشددت مصر على تضامنها ووقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الهجمات والتصدي لكافة أشكال الإرهاب وداعميه.
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه، معتبرا جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا. وخلال اجتماع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدوري، دعا المجلس جميع المسلمين إلى نبذ الفرقة والابتعاد عن الانتساب أو التعاطف مع مثل هذه الجماعات التي تعمل على شق الصف وإشعال الفتنة وسفك الدماء. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه للتعاون مع الرئيس المنتخب جو بايدن خلال المرحلة الانتقالية رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية. وأكد ترامب في تغريدة على تويتر أنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية أميلي ميرفي بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة. اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أفريل هاينز نائبة مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابقة لتكون مديرة للاستخبارات الوطنية لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب. كما رشح بايدن أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية وجيك سوليفان لمنصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض وأليخاندرو ماركواس لمنصب وزير الأمن الداخلي. ختام الموجز، والآن نعود مرة أخرى إلى الزميل أحمد خيري. بشكرك يا كريم، متألق كالعادة. عندنا فقرات كتير وعندنا متابعة كمان لتاني يوم من انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى. هنروح لزملائنا المختلفين بس هنستعرض فقراتنا الموجودة معانا النهاردة ونرجع نبدأ حلقتنا. رجعنا حضراتكم مرة ثانية عشان نبدأ أول أخبارنا معاكم النهاردة بتاني أيام انتخابات الإعادة في مجلس النواب. جولة الإعادة اللي بدأت امبارح في محافظات المرحلة الأولى في 13 محافظة لاختيار 109 عضو بالبرلمان لم يتمكنوا من حسم مقاعدهم في الجولة الأولى. طبعا الانتخابات بتتم في وسط إجراءات احترازية واحتياطية كبيرة من الدولة من كل الجهات المعنية عشان تمر عملية الاقتراع بالشكل الأفضل والأسلم بإذن الله. طبعا المحافظات اللي هيتم فيها جولة الإعادة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، إنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح. خلينا نعرف بقى من شبكة مراسلين النهاردة، هنلف النهاردة كده على مجموعة من المحافظات نعرف بدأت بالفعل مراحل الاقتراع ولا لا، اللجان بدأت ولا لا. عندنا النهاردة أكتر من محافظة من زملائنا المختلفين هيكونوا موجودين معنا إن شاء الله. خلينا نبدأ معاهم ونروح من الفيوم لأستاذ ميشيل عبد الله. أستاذ ميشيل صباح الورد. صباح النور، طمنا كده على صباح الفل. طمنا على محافظة الفيوم، إيه الأخبار؟ اللجان بدأت بالفعل فتح بيبانها ولسه؟ وطبعا في الدايره الموجودين فيها دايره سنورس وطعميه، ودي الدايره الثالثه. اللجان معظمها فتحت في وقتها،
طبعا احنا شفنا اليوم الاول في بعض الدوائر، طبعا هناك يعني جوله الاعاده تجرى في 3 دوائر في محافظه الفيوم بعد حسم الدائره الاولى التي تشمل بندر الفيوم مركز الفيوم. كانت الاقبال مختلف ما بين دائره واخرى طبقا لظروفها. بعض الدوائر كان فيها مثلا سوق، فبيكون ده بالنسبه للناس له تأثير نسبيا في هذا التوقيت. وشاهدنا في الوقت يعني في الساعات الاخيره من قبل غلق باب التصعيد بالامن اقبال متزايد من المواطنين من مختلف الفئات الحقيقه، بعد ما كان الاقبال في بدايه اليوم من كبار السن والسيدات فقط، كان هناك فتيات وهناك شباب في هذه الدائره قبل غلق باب التصعيد. خلينا نقول ان عايز زي ما بتقول كده يا استاذ ميشيل، عندنا 3 دوائر هم اللي عندهم مراحل الاعاده، الاختيار كم مرشح؟ الاختيار مرشحين في دايره واثنين في دايره اخرى وثلاثه في الدايره الثالثه. يعني 7 مرشحين المفروض يخرجوا من مرشح. بالاضافه للدايره اللي فاتت خلاص ما كانش محتاجه لجوله اعاده. الدايره اللي اتحسمت بالظبط. اذا محافظ الفيوم ليها كم مرشح تقريبا؟ 10؟ محافظ الفيوم المفروض 3 و2 و2 و3 يعني 10 حوالي 10 تمام. طيب بالنسبه للمقاهي الفرديه طبعا، اتكلمني كده عن الاجراءات اللي بتتم بعد فتح اللجان النهارده، الاجراءات الاحترازيه اخبارها ايه؟ هل في فعلا مندوبين وزاره الصحه موجودين على ابواب اللجان ولا لا؟ لاختبار درجات الحراره، طمني على الحاله كده في اللجان اخبارها ايه؟ هو في بدايه في خارج اللجنه هناك بعض الموظفين يقفون معهم كمامات، هناك بعض الناخبين يتوافدون على اللجان ليس معهم كمامات فيحصلوا على هذه الكمامات مجانا طبعا من الموظفين، ويتم فحص الناخب قبل دخوله الى اللجنه. هناك تجديدات من قبل رئيس اللجنه العامه في هذه الدائره على عدم دخول اي ناخب او اي موظف او اي احد من اعضاء العمليه الانتخابيه بدون كمامات، هناك تجديد في هذا الامر. لجان فيها قياس درجة الحرارة قبل دخول المكان، في تنظيم جيد طبعا، وهناك تأمين من قبل قوات الشرطة، وهناك تنسيق بين رجال الشرطة ورجال الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات. ليس هناك ما يشوب العملية الانتخابية على مدار أمس ولا في الدقائق الماضية من صباح اليوم. كل شكر لزميلي العزيز ميشيل عبد الله من محافظه الفيوم، وهنتابع معاك على مدار اليوم العمليه الانتخابيه ان شاء الله لحين الانتهاء. خلينا نروح لمحافظه المنيا وزميلنا العزيز استاذ جمال محمد. استاذ جمال صباح الورد. صباح الفل زميلي احمد، اهلا وسهلا. الحمد لله كله تمام، طمني كده على العمليه، بدات عندك فتح اللجان بالفعل؟ بالفعل انطلقت العمليه الانتخابيه في اليوم الثاني من جوله العالم ومحافظه المنيا، وانتظمت كافه اللجان الانتخابيه البالغ عددها 1221 لجنه داخل 5 دوائر انتخابيه، وبدات بالفعل جميع تلك اللجان في فتح ابوابها لاستقبال الناخبين في جميع المراكز والمدن. خلينا نتكلم عن اهم ما صدناه بالامس في اليوم الاول من جوله العاده، وهو تزايد أعداد الناخبين بشكل ملحوظ جدا من بعد الساعة 3 عصرا وسط عملية تنظيمية جيدة من قبل المشرفين على دخول تلك اللجان للإدلاء بأصواتهم، ووسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات. خلينا نقول انت حضرتك بتقول من بعد الساعة 3، يعني تقريبا بعد عدد انتهاء ساعات العمل بدأت الناس تتوافد على اللجان. بالفعل كانت الاعداد يعني كبيره جدا امام غالبيه اللجان، خاصه اللجان الخاصه بمسقط هيئه الساده المرشحين. طبعا عندنا في محافظه المنيا جوله العاده بيتنافس 30 مرشح على 15 مقعد. تمام. ويمكن يعني اقوى الدوائر الانتخابيه اللي فيها منافسه شريفه طبعا بين الساده المرشحين هي الدائره الثالثه بين مزارع المغاغه العدوى، حيث يتنافس فيها 8 مرشحين على 4 مقاعد. كلمني كده عن فئات المرشحين، هل فيهم من السيدات؟ لا، في جوله الاعاده ما عندناش سيدات. بالنسبه لل 15 مرشح من ال 30 اللي خدوا جوله الاعاده. بالفعل. السيدات اللي حصلوا على مقاعد عندنا كانوا بنظام القائمه، انما اللي خاضوا على النظام الفردي لم يحالفهم الحظ في الفوز. تمام، النهارده بتنتهي غلق اللجان الساعه كام؟ 9 برضه؟ 9 مساء. في اليوم الثاني زي اليوم الاول بالظبط. تمام،
تمام، كل شكر لزميلنا العزيز جمال محمد من محافظة المنيا. هنروح للوادي الجديد وزميلنا محمد مهران. يا ابو حميد صباح الورد. صباح الفل وصباح الورد على حضرتك وجميع مشاهدينا مشاهدي قناة تاني. طمنا كده على الحالة الانتخابية بعد 10 دقائق اهو من فتح باب اللجان في الوادي الجديد. في الوادي الجديد طبعا الاجواء جميلة جدا جدا، ويعني الشمس ساطعة منذ الصباح ومنذ اليوم الاول، وبدأت لجان الانتخابات في الدائرتين الانتخابيتين بمحافظة الوادي الجديد والبالغ عددها 75 لجنة فرعية استقبال السادة الناخبين من أبناء المحافظة منذ الساعة 9 من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020. زميلي العزيز، يعني تضمنت كشوف الانتخابات بمحافظة الوادي الجديد 178,315 من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. كان إقبال الحمد لله، يعني شهدت لجان الانتخابات على مستوى المحافظة إقبال ملحوظ ومتزايد في اليوم الأول من التصويت، بالإضافة إلى الالتزام الكبير والجيد من السادة الناخبين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا. وأيضا تم توفير، يعني من خلال المحافظة والجهات المعنية، توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ودي شهدناها في عديد، يعني عدد كبير من اللجان في الدائرتين بالدخلة والخارجة، وهما دائرتين، الدائرة الأولى مركز الخارجة وباريس، الدائرة الثانية مركز الدائرة الأولى مركز الخارجة وباريس، الدائرة الثانية مركز الدخلة وبلاط والفرافرة، بيتنافس أربع مرشحين على مقعدين. هناك طبعا يعني كردون أمني في محيط كل لجنة من رجال الشرطة والقوات المسلحة، شفافة مديرية الأمن من تواجدها وتوفير بوابات إلكترونية وأجهزة كشف معادن في أمام كل لجنة. أيضا شهدت اللجان الانتخابية تواجد عناصر نسائية من الشرطة النسائية في محيط اللجان، يعني نظر للإقبال الكبير جدا بيكون من السيدات وتوفير الأمن والسلامة لهم. فإن شاء الله يعني اليوم الثاني زمان العزيز سيشهد إقبال متزايد، لأن دايما محافظة الوادي الجديد بتخرج الكثافة يعني من الناخبين في اليوم الثاني أكثر دائما من اليوم الأول، ودائما محافظة الوادي الجديد بتحقق يعني نسبة ممتازة جدا ومتقدمة جدا على مستوى الجمهورية في نسبة المشاركة ونسبة الإقبال. أستاذ محمد، هو المفروض يخرج من عندك كم مرشح؟ يعني النهاردة الخوض جولة الإعادة على كم مرشح؟ النهاردة إن شاء الله يعني نتوقع هيكون اثنين، يعني اثنين مرشحين بيتنافسوا أربعة، هيفوز منهم اثنين مرشحين، واحد في الدائرة الأولى والثاني في الدائرة الثانية. زميل عزيز محمد مهران من محافظة الوادي الجديد، كل الشكر ليك. هنختم مع حضراتكم جولتنا وهنروح لمحافظة الإسكندرية وزميل العزيز رامي جمال. يا رامي صباح الورد. صباح الفل يا أستاذ أحمد، وصباح الفل على كل السادة المشاهدين. طمنا على محافظة الإسكندرية كده، إيه الأخبار؟ يعني اولا يا استاذ احمد عايز اقول لك اسكندريه احنا كنا متخوفين من الاجواء الفتره دي. صحيح. ولكن يعني الحمد لله امبارح والنهارده، يعني امبارح عدى على خير والنهارده يعني الشمس يعني منوره سماء اسكندريه، فيعني الحمد لله لغايه وقتنا هذا. يعني انت مستمتع بالجو هناك يا رامي؟ ماشي، يعني مش هحسدك، بس الحياه اسكندريه ليها جو مميز يا استاذ احمد، يعني فده شيء اكيد. يعني طبعا عايز اقول لك يعني لسه اللجان فاتحه في تمام الساعه 9 في اليوم الثاني لجوله الاعاده. عايز برضو اقول المرشحين اللي موجودين في اسكندريه في هذه الجوله هم 26 مرشح على 13 مقعد. تمام. واجمالي عدد الناخبين 3,813,072 ناخب وناخبة. طبعا النسبة دي قلت عشان في بعض اللجان تم حسم المنافسة فيها في الجولة الأولى. بالضبط. عدد اللجان العامة في المحافظة 5 لجان و1083 لجنة فرعية و331 مركز انتخابي. سيادة اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية كان حريص اللي هو يعمل غرف عمليات في كل أحياء المحافظة، بالإضافة طبعا للغرفة الأساسية اللي داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية اللي هي بتتابع بشكل عام كل ما يدور في هذه العملية. رصدت الغرفة رامي أي من الملاحظات على اليوم الأول؟ ولا أي حاجة ظهرت خالص عن اليوم الأول. العملية كانت ماشية بكل سلاسة وبكل هدوء، يعني حتى يعني رجال الأمن كنا بندردش معاهم بيقولوا العملية سلسة جدا ومفيش أي مشكلة فيها يعني. طب ونسبة الإقبال؟ خلي بالك إن سلاسة الإجراءات ساعات ما تبينش نسبة الإقبال.
ده كان باين كمان في المرحله الاولى، يعني في اقبال بنسبه متوسطه، وزي ما قالوا حتى الزملاء في باقي المحافظات ده ظهر بعد الساعه 3 منتصف اليوم، يعني كان في اقبال. بس اسكندريه برضو نفس القصه، في المرحله الاولى بيتصدر المشهد الانتخابي كبار السن والمراه المصريه، دايما هم اللي بيكونوا متصدرين حتى في اليوم الاول او اليوم الثاني، دايما مجرد فتح اللجان بيكونوا هم متصدرين، ويمكن منتظرين اللجان اللي هم اللي هي تفتح ويدخلوا يدلي باصواتهم. هو دايما الشباب والشابات انت عارف بتوع اللحظات الاخيره، يعني ممكن يظهروا النهارده مثلا من الساعه 5. وفعلا يعني امبارح ظهروا بعد الساعه 3 عدد من الشباب والشابات، ولكن انا بتكلم على مجرد فتح اللجان بيكون المتصدر المشهد كبار السن. برضو عايز اقول لك يا استاذ احمد الاجراءات الاحترازيه، يعني ممنوع منعا بثا دخول اي حد الا بارتداء الكمامه، بالاضافه طبعا لعمليات التعقيم والتطهير اللي بتكون مستمره على مدار اليوم، مش مجرد بالنهار او فتره الراحه للمستشارين، لا ده بيكون بشكل مستمر في كل اللجان في الخارج وفي الداخل. ايضا محافظه اسكندريه كان حريص اللي هو يوفر عدد من ساحات الانتظار وتوفير كراسي متحركه لكبار السن وذوي القدرات الخاصه. ايضا نبه المحافظ على رؤساء الاحياء يا استاذ احمد، هم بقوا بينزلوا دلوقتي ويتابعوا الاماكن بتاعه اللجان الانتخابيه، لو في اي مشاكل اشغالات مخالفات بيتم التعامل بيها وبيبلغوا غرفه العمليات اول باول حتى يتابعوا العمليه بشكل سريع. ده تقريبا كل المشهد من امبارح حتى وقتنا هذا. كل شكر للزميل العزيز رامي جمال من محافظة الأسكندرية، وهنتابع طبعا معاك على مدار اليوم إن شاء الله لحد الانتهاء اللي فيه الساعة 9. وأنا بتفرج الصراحة على الناس زي ما رامي قال وباقي زملائنا المختلفين، هما داخلين اللجان كله لابس الكمامات فعلا، ولكن شايف ناس وهي خارجة بتقلعها. ما هو مش هينفع بقى نقلعها خلاص، يعني احنا لازم نحافظ على ده، ان احنا الكمامة تبقى طول ما احنا موجودين بره البيت الكمامة احنا مرتدين الكمامة طول الوقت. كل اجراءات النظافه اللي تعودنا عليها لازم تبقى موجوده معانا طول الوقت، وربنا يسلم ان شاء الله باذن الله وتعدي العمليه الانتخابيه في جوله الاعاده للمرحله الاولى. خلينا نروح مع بعض بقى نشوف ابرز الاحداث والفعاليات اللي هتتم النهارده في مصر، نرجع نكمل فقره. نروح مع حضراتكم بقى لملف التعليم. امبارح دكتور طارق شاوي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني اكد ان امتحانات الفصل الدراسي الاول سواء لصفوف النقل او للشهادات ما زالت محل نقاش وتقدير للموقف، وان كافه التفاصيل والكلام المنتشر على السوشيال ميديا على ليس لها اساس من الصحه، واكد كمان ان تعطيل الدراسه اضرارها اكبر بكتير من نفعها، وهيكون طبعا في دراسه للموقف اول باول. ودكتور طارق شوقي كمان طالب عدم الانصات لاي كلام متداول والتركيز على المذاكره والحضور مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه. التفاصيل دي كلها نعرفها من صديق العزيز الكاتب الصحفي استاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم. صباح الفل يا استاذ رفعت. مساء الخير يا استاذ احمد، اهلا بيك. لغط كتير واراء كتير منتشره على السوشيال ميديا، سواء بتعطيل الدراسه او سواء بالغاء الامتحانات او حذف بعض المناهج للترم الاول. مدى صحه هذه الكلام كله مع ان دكتور طارق قال ان كل ده كلام مغلوط؟
غير صحيح خالص يا أستاذ أحمد إن الدراسة هتتوقف أو الامتحانات هتلغى أو هتبقى بنظام الأبحاث كما كان في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، وبعد أن توقفت الدراسة يوم 15 مارس كما نعلم. لكن يمكن الدكتور طارق شوقي من حوالي شهر قال الدراسة مستمرة سواء في كورونا أو ما فيش فيه كورونا، لكن على السوشيال ميديا يحاول البعض أن يشكك في الوضع أو الاستقرار الوضع التعليمي حاليا، واستمرأوا أن ممكن يتم الامتحانات بتاعة الفصل الدراسي الأول بنظام الأبحاث اللي كلنا متأكدين تماما أنها كانت تجربة فاشلة إحنا اضطرينا ليها لظروف مفاجأة اتخاذ القرار بوقف الدراسة 15 مارس، والطلبة لا كانوا بيجهزوا الأبحاث دي ولا كانوا بيعدوها، بل بالعكس بيذهبوا إلى مكاتب أو إلى مدرسين دروس خصوصية أو أولياء الأمور نفسهم، وبالتالي رفع الطالب البحث الخاص به في معظم مراحل النقل أو كل مراحل النقل، ولا يعلم أي معلومة عما تم رفعه. أستاذ رفعت، وأنا بتكلم مع حضرتك دلوقتي يمكن بعرض على الشاشة بعض الأخبار اللي نشرت امبارح منسوبة لليوم السابع، ومن ضمنها قرارات لمجلس الوزراء بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين. طبعا تم نفي ده من اليوم السابع ومن مجلس الوزراء أيضا إن مفيش أي قرارات سواء بتعطيل الدراسة أو بتعطيل أي من التجمعات للفترة اللي جاية. إذن في أخبار كمان مفبركة، هي مش بس طلبات من أولياء الأمور. بالضبط، للأسف أنا شفت ده كله على الفيسبوك امبارح، وكأنه قرار صادر من مجلس الوزراء بأختام مزورة ووقف الدراسة بدءا من يوم 28 نوفمبر. كل الكلام ده غير صحيح على الإطلاق، خاصة إحنا الحمد لله بالنسبة لنسبة الإصابات على المستوى القومي بالنسبة إذا جاز التعبير الموجة الثانية من جائحة كورونا في حدود المعقول، في لا تزيد عن 300 أو 350 حالة. يعني 55 ألف مدرسة أو أستاذ رفعت، يعني 300 حالة دول بالمقارنة بال 55 ألف مدرسة. بالضبط، وهو كان حتى الوزير أشار من حوالي أسبوعين إجمالي عدد الإصابات في بين الطلاب على مستوى الدولة كلها لم يزد عن 300 حالة، مش في 55 مدرسة أستاذ أحمد بس، ما بين 23 مليون طالب وطالبة على مستوى الدولة. فإذا وبعدين الإصابة هنا قد تكون من داخل الأسرة نفسها والاختلاط خارج المدرسة، وليس للدراسة أو المدرسة أي علاقة بهذا الوضع. نمرة اثنين زي ما حضرتك أشرت والدكتور خالد طارق شوقي أكد أن قلت أن أنا أوقف الدراسة ضرر كبير على أولادنا، هي القضية مش قضية أن أنا أنقل طالب من فصل دراسي لفصل أو من سنة لسنة على الورق، دي هتبقى مدمرة لمستقبل التلميذ أو الطالب إذا اعتمدنا هذا المنهج في العملية التعليمية، لأن المدرسة تربية وتنشئة وتثقيف وتوجيه وتعليم بعد ذلك. ومن هنا نترك هذا الأمر لقرار سيادي للدولة، لن يكون بيد وزير التربية والتعليم ولا وزير التعليم العالي. إذا لا قدر الله زادت الأمور سوءا، هنا الدولة لن تتأخر عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والقرارات الصعبة إذا جاز التعبير في العملية التعليمية. لكن بخبرة حضرتك يا أستاذ رفعت، لو أيا من الإجراءات لا قدر الله وزادت الحالات، وزارة التربية والتعليم عندها السيناريوهات البديلة؟ البديلة تماما، لأن حضرتك من التجربة بتاعة الفصل الدراسي الثاني بدءا من 15 مارس إحنا أسرعنا في تجهيز البنية الأساسية للتحول إلى التعليم عن بعد. صحيح. ولهذا هنفترض حضرتك أن الدراسة صدر قرار بعد كده بوقفها، إن شاء الله يكون في منتصف الفصل الدراسي الثاني استمرار التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والامتحانات إلكترونيا وبتصحيح وبدرجات، لأن هنا المجموع التراكمي بالنسبة للطلاب لابد أن يضاف، وإلا يبقى احنا خسرنا جهد الطلاب على مدى سنة ونص. هذا الموقف أو هذا الاتجاه سيكون سواء في التربية والتعليم
أو في التعليم العالي بالنسبة لكل الجامعات المصرية إن شاء الله. كل شكر لصديقي العزيز الكاتب الصحفي أستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم. الدراسة مش هتتوقف، ويمكن ده كمان اللي قلناه ودكتور طارق شاوي أشار لي. كل أخبار المفبركة اللي احنا بنشوفها يمكن فبركوا خبر لقرار لمجلس الوزراء بتعطيل الحياة عامة داخل مصر، وطلع اليوم السابع ونفى ده، واستاذ رفعت كمان نفى معانا ده. سيناريوهات بديله موجوده داخل وزاره التربيه والتعليم لو لا قدر الله الاعداد زادت، موجوده السيناريوهات كلها، ولكن اشاره دكتور طارق شاوي واشاره استاذ رفعت فياض ان تعطيل الدراسه او الغاء الترم الاول ونقل الطلاب على طول ده هيضر الطالب قبل ما هيضر العمليه التعليميه. خلينا بقى كمان نروح من دقايق زي ما احنا قلنا دم فتح باب اللجان، ورحنا مع مراسلنا في مختلف المحافظات. خلينا نروح للاستاذ محمد الصعيدي عضو تنسيقيه شباب الاحزاب عن طريق زوم، يشرح لنا كده رؤيته لليوم الاول من انتخابات العاده امبارح كان اخباره ايه، وايضا توقعاته لليوم الثاني سواء في نسب الاقبال او سواء في عدد المرشحين. زي ما قلنا لحضراتكم جوله العاده بتتم في 13 محافظه على 109 عضو بالبرلمان ان شاء الله، لم يتمكنوا من حسم مقاعدهم من الجوله الاولى، ولكن ان شاء الله هيتم تحديد باذن الله بعد الانتهاء من اليوم الثاني النهارده. استاذ محمد صباح الورد. صباح النور يا فندم، صباح النور يا استاذ احمد، وصباح الخير على المشاهدين جميعا. طمني كده الاول، تنسيقيه شباب الاحزاب عامله مجهود محترم الصراحه، تابعناه من اول انتخابات الغرفه الاولى وهي مجلس الشيوخ ثم للمرحله الثانيه في مجلس النواب. طمنا كده رؤيتك اولا لتنسيقيه شباب الاحزاب والمرشحين لمجلس النواب. حقيقة احنا الحمد لله وفقنا بان احنا كان بين القائمة وبين تعيينات السيد الرئيس في مجلس الشيوخ، كان عندنا دلوقتي ممثلين في مجلس الشيوخ 12 عضو عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وبالنسبة لمجلس النواب الحمد لله القائمة الوطنية كان فيها 28 عضو والحمد لله هم نجحوا. دلوقتي احنا عندنا في إعادة المرحلة الثانية هيبقى عندنا عضو على الدائرة الفردي منيا القمح حسن الضو، وهو ده العضو اللي باقي اللي احنا لسه معاه في السباق الانتخابي. ورغم ده يا فندم احنا منعقدين في التنسيقيه، غرفه العمليات المركزيه شغاله وشغالين على مدار الساعه عشان نرصد لو في اي مخالفات في العمليه الانتخابيه، ننصر نسب الحضور ونسب المشاركه، نرصد لو في اي حاجه الشارع محتاجها واحنا نقدر نغطيها. ده بمساعده 1500 متطوع شاركونا في حلمنا وشغالين معانا على الارض عشان يساعدونا في رصد ومراقبه العمليه الانتخابيه. استاذ محمد حضرتك تقول لو رصدنا اي من المخالفات، بتقصد هنا ايه بالمخالفات اللي انت حاطط عينك عليها؟ بص يا فندم، هو احنا المخالفات في اول حاجه احنا عايزين نطمن على صحه المواطنين، فاي حاجه ايه ليها دعوه بالتوعيه وليها دعوه بجائحه كورونا سواء في الاجراءات الاحترازيه دي اهم حاجه عندنا. المخالفات اللي احنا رصدناها حتى الان كلها مخالفات بسيطه لا توقف في العمليه الانتخابيه، زي مثلا كسر العمليه، كسر الصمت الانتخابي، اخر محاولات طبعا لفوز المرشحين، لكن ما فيش حاجه من المخالفات يعني اللي تعطل سير العمليه الانتخابيه او كسر الصمت الانتخابي. حضرتك بترصدوه على الارض ولا بترصدوه على السوشيال ميديا؟ لا يا فندم، انا بقول لحضرتك احنا عندنا 1500 شاب متطوعين تطوعوا في بدايه العمليه الانتخابيه من اول مجلس الشيوخ بالفعل، ان هم يساعدونا ان احنا يبقوا معانا زي دراعاتنا وعينينا ورجلينا على الارض. هم متابعين معاهم التصاريح الخاصه من الهيئه العليا للانتخابات ومتابعين لينا معانا على الارض، بنشوف اللجان وبيتحركوا وبيشوفوا اداء المرشحين ونسب التصويت، وهم ادائهم فوق الممتاز واحنا بنشكرهم جدا. طيب ده الرصد لاي من المخالفات وحاجة الحمد لله طمنتنا. طب رصد الايجابيات بقى، يعني تابعت امبارح اليوم الاول من جوله الاعاده، رصدتوا ايه؟ زي ما حضرتك عارف طبعا انا التنسيقيه مركزة جدا زي ما قلت لحضرتك على نسب المشاركة، وطبعا كالعادة المرأة تتصدر الموقف، مش شايفين ان ذوي الإعاقة برضو بيتحركوا بصورة حقيقية على الأرض ومشاركين في العملية الانتخابية. الناس في الإعادة في دوائر معينة او في دوائر عدة عند بقى الحسم بينزلوا ويبقوا متحمسين جدا لمرشحينهم. الحكومة شغالة جدا كويس جدا في الإجراءات الاحترازية وموفرين كل حاجة على الأرض وعاملين تباعد اجتماعي، وإن شاء الله العملية هتتم بخير.
تمام، بنشكر جدا استاذ محمد الصعيدي عضو تنسيقيه شباب الاحزاب، وبنشكر الغرفه كلها على فكره على متابعه العمليه الانتخابيه، ونتمنى لهم التوفيق يا رب ان شاء الله، وهنتابع مع حضراتكم طبعا على مدار اليوم لحين الانتهاء من اليوم الثاني من جوله الاعاده للمرحله الاولى. خلينا نروح لخبر ثاني، وهو الاهتمام اللي بتوليه الدوله بكافه اجهزتها بالاستعدادات لمواجهه الامطار والنوات، واحنا في الوقت المتوقع فيه هيئة الأرصاب توقع موجة من الطقس السيء والأمطار والنوات الفترة اللي جاية، وخاصة في بعض المحافظات زي الأسكندرية مثلا شهدت أمطار غزيرة خلال الفترة اللي فاتت. كان في اجتماع امبارح لمجلس الوزراء مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار. شفنا الاستعدادات الصراحة الفترة اللي فاتت وتحديدا في محافظة الأسكندرية كانت استعدادات، وبنشوف الناس شغالة لحد بالليل من تنظيف لكل مجاري المياه للبلوعات المختلفة، كل العربيات في تمركزاتها موجودة، ولكن لقينا برضو الأسكندرية برضو فيها بعض الغرق في بعض من المناطق. إيه اللي حصل؟ هل هي النوات أو نسب الأمطار كانت أكبر من المتوقع؟ خلينا نروح للمهندس ممدوح رسلان. صباح الورد يا فندم. صباح الخير يا فندم. طمنا كده عن الاستعدادات للفترة اللي جاية، واخد فكرة من حضرتك انتوا عملتوا استعدادات مهمة جدا تحديدا في محافظة الاسكندرية، ولكن برضو شفنا بعض من تجمعات المياه في بعض المناطق. بص يا فندم، احنا بنعمل الاستعدادات بتاعتنا، احنا اول حاجة بيبقى فيه متابعة كاملة مع هيئة الارصاد عشان نقدر نشوف التنبؤات بتاعت الجو. هي. وبناء عليها احنا عندنا بيبقى خطط للطوارئ دي بان احنا ننشر المعدات بتاعتنا في الاماكن المتمركزة بتبقى متمركزة فيها للاماكن المتوقع سقوط امطار فيها، بناء على اللي احنا بنسجل كل مرة بينزل فيها نوة بنسجل الاماكن اللي نازل فيها مطرة وكمياتها قد ايه عشان نقدر نواجهها كخطة. صحيح. بناء على التنبؤات دي بننزل المعدات بتاعتنا، تمام، بنبتدي نقلل من كميات المية، بنخفض من ضغوط المية في الشبكة عندنا بحيث ان احنا نفضي شبكة الصرف الصحي بقدر الامكان استعدادا للنوى. احنا الشبكة بتاعتنا مصممة على تصرفات معينة تقدر تستوعبها لنسب مياه معينة، يعني بالضبط كده كميه ميه معينه من الامطار تقدر تخش جوه شبكه الصرف عندنا. نقدر في الحاله دي ما يبقاش فيها مشكله. انا هقول لحضرتك مثال، يعني احنا طول السنه شبكه الصرف الصحي في اسكندريه شغاله كويس جدا، ما فيش اي تفوحات موجوده. لكن لما بينزل مطر فدي بتعتبر ميه زياده فوق ميه الصرف الصحي. تمام. طب ايه اللي حصل؟ حضرتك اسكندريه حصل فيها زياده سكانيه كبيره، حصل فيها مناطق عشوائية طلعت كثيرة جدا، حصل فيها مباني مخالفة كانت ثلاث أدوار وأربع أدوار وخمس أدوار، بيت 20 دور و15 دور. كل ده أدى إلى حمل على شبكة الصرف. بالظبط كده، حمل الشبكة بتاعتنا بكميات مية صرف صحي كبيرة جدا، فأصبحت الشبكة أصلاً مليانة أوريدي بالصرف الصحي. فما فيهاش يا دوب ما فيهاش حاجة تستخدم صرف الامطار اكتر من كده. ده بيحتاج يا باشمهندس ايه بقى؟ تغيير لشبكه الصرف او توسيعها مثلا؟ اصل صيانتها انا شفتها بعينيا صراحه، للصيانات اللي حضرتك عملتوها وجهد مشكور برضو لازم اقوله، بس هو الطموح بقى والطمع في حضراتكم، يعني ان هو احنا كنا بنشوف ان نسب الامطار دي اما تنزل ممكن تقعد يومين ثلاثه المياه موجوده في الشوارع، لا احنا الصراحه شفناها ثاني يوم ما فيش حاجه، ولكن محتاجين ايه بقى؟ تغيير للشبكه مثلا؟ هو بص يا فندم، تغيير الشبكه طبعا ده مكلف، يتطلب مبالغ رهيبه وبيتطلب برضو وقت، لان انا طبعا بتكلم انا اسكندريه فيها اكثر من 3000 كيلو متر مواسير صرف صحي. في بعض الشبكات دي عمرها الافتراضي عمرها اكثر من 50 60 سنه. صحيح. لكن انا عشان اقول ان انا هغير شبكات اسكندريه واحولها الى تستوعب امطار، او ان انا هعمل شبكه مطر منفصله، دي عمليه مكلفه جدا، واحنا بنتكلم على عدد ايام المطر هنا مش كبيره لغايه دلوقتي في اسكندريه. صحيح. فاحنا بنواجه الكلام ده ببعض الحلول اللي احنا بنقوي المعدات بتاعتنا بقدر الامكان بحيث ان هي الترمبات تقدر تستوعب. يمكن اسكندريه في النوات اللي فاتت واللي قبلها كان معظم المحاور كانت فكت بعدها بساعتين. صحيح. معظم الاماكن اللي حصل فيها تجمعات. بعد كده المشكله بقى الكبيره بتاعتنا في المناطق العشوائيه. في الامتدادات اللي موجوده، في العزب اللي موجوده واللي ما فيهاش صرف صحي. دي طبعا ما فيهاش شبكات صرف، لان دي مناطق عشوائيه ما تعملهاش اي خدمات. بالظبط كده.
فدي الحقيقه كانت المشكله، عبء كبير جدا جدا اللي على علينا، لان احنا بعد ما كل المحاور عندنا فكت وكلها كانت ماشيه كويس جدا، حولنا كل المعدات بتاعتنا على المناطق العشوائيه دي وابتدينا شغالين فيها لغايه النهارده. يعني في بعض المناطق لسه شغالين فيها لغايه النهارده. وبالتالي احنا كل اللي احنا بنقدر نعمله ان احنا بنعمل تمركز المعدات بتاعتنا في الاماكن الممطره، وفي نفس الوقت بنفضي البيارات بتاعتنا بحيث ان هي تبقى جاهزه تستقبل ميه الامطار. هنيجي بقى نقول طيب ميه الامطار دي هتنزل قد ايه؟ ما حدش يعرف. طبعا. يعني احنا بيبقى كلها حاجات تقديريه، احنا بنعمل حسابنا على قدها، ولكن اي ميه زياده عن قدره الشبكه بتطلع في الشارع. طيب هتطلع في الشارع، ولكن بعد فتره زمنيه ممكن تبقى تتراوح حسب المكان بقى، حسب الشبكه اللي موجوده فيها، ممكن تاخد ربع ساعه، ممكن تاخد ساعه، يعني احنا اقصى حاجه خدتنا في المحاور الرئيسيه حوالي ساعتين. صحيح. يعني معظم الاماكن فكت وكل الكورنيش كله كان ماشي كويس جدا، ما كانش فيه اي اختناقات، المحور الوحيد اللي كان عندنا مشكله فيه محور مصطفى كامل. وده المحور الحقيقه ده المحور اللي احنا بنحاول نشتغل عليه، لكن طبعا مش هيبقى الحل بكره. مهندس ممدوح شغل حضرتك كتير جدا وعارف وقتك وعارف مشغولياتك، بس انا بطمع ان حضرتك تكون موجود معانا في فقره عشان نرصد كل الشغل اللي بيتم ونشرح للناس ايه اللي بيتم من الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي. كل الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي. حبيت اوضح برضو بعض النقاط، الناس قالت اسكندريه برضو غرقت وما فيش فايده، لا هي غرقت وعدد ساعات الغرق كانت قد ايه؟ وضح لنا المهندس ممدوح. احنا صراحه كنا بنشوف الصيانات اللي تمت في معظم المناطق، هو ما يقدرش يعمل صيانه لمناطق عشوائيه لان هي اصلا ما فيهاش مرافق، وده اللي تم رصده على السوشيال ميديا واحنا شفناه، ولكن كل المناطق اللي تم صيانتها اكيد ده شفناه بعد ساعات قليله جدا، الكثافات كانت موجوده والصرف كان موجود والموضوع رجع لطبيعته، انما تغيير شبكات صرف احنا بنتكلم في مليارات المليارات المليارات، بيتكلم في 3000 كيلو اسكندريه بس، انت بنتكلم بقى على 27 محافظه، لا منطقه كبيره جدا. هنحاول نكون موجود معانا مهندس ممدوح الفتره اللي جايه نتكلم باستفاضه اكتر على موضوع الامطار، احنا لسه هنتكلم عليها كتير، احنا لسه بنبدا الموسم الشتوي وربنا يسلم ويستر ان شاء الله. هنروح بقى الفاصل ونرجع نبدا اول فقرات.
رجعنا لحضراتكم عشان نبدا اول فقراتنا الحواريه، وزي ما عودناكم ان احنا بندور على المتميزين في كل المجالات، المبدعين اللي بيبداوا يشقوا طريقهم للنجاح، مش بس عشان ندعمهم وده طبعا هدف اصيل في صباح الورد، لكن كمان عشان نشجع كل الشباب انهم يبدعوا ويشتغلوا على نفسهم لحد ما يوصلوا لهدفهم. فقرتنا هتكون حوار مع مخرج وممثل ومؤلف واعلامي اصلا، خايله يعني تخيل معاه كده، بس تحس ان في موهبه جوه مدفونه عماله تطلع ابداعات في المجال الفني. شاب اشتغل على الافلام القصيره من 7 سنين تقريبا، الفتره دي من ساعه ما اتخرج وشارك في عده اعمال دخل بيها مهرجانات كمان في مصر وبره مصر، كان اخرهم لعبه الباشا فيلم قصير، وفي معاه كمان مجموعه من النجوم منه طبعا النجم بيومه فؤاد. خلينا نرحب بضيفنا مؤمن وائل، منورنا في صباح الورد. صباح الورد يا مؤمن. صباح الورد على حضرتك وعلى كل مشاهدين قناه تن. انت راجل اصلا اعلامي وزميل، ايه اللي وداك تمثل وتالف وتخرج؟ ايه النقله؟ يعني اولا طبعا انا بشكر حضرتك على المقدمه القويه دي. لا يا حبيبي استحقها طبعا. لا انا اصلا بحب السينما، بحب المجال تمام. فعشان كده وكمان طبعا بحب الاعلام، فالاعلام هي اللي كانت تقدر البوابه ليا للمجال السينمائي. يعني دخلت المجال السينمائي ودخلته بالافلام القصيره، كتير مننا ما يعرفش قيمتها قوي ويعرف تاثيرها قوي، وممكن تكون بعيده شويه عن الاضواء، ولكن هي بتبقى فيها موهبه برضه. ايه اللي وداك الاول الافلام القصيره؟ هي الافلام القصيره افلام انا يعني من وجهه نظري بشوفها مهمه جدا واهم من الافلام الطويله. ليه بقى؟ اصعب من الافلام الطويله كمان، لان الافلام القصيره دي بتبقى مدتها 10 دقائق 5 دقائق، انت مطلوب منك انك توصل فكره وتوصل الهدف بتاعك، رساله مضغوطه في وقت قليل. فعشان كده انا بشوفها طبعا مهمه جدا، ان هي وبالذات كمان في دلوقتي وقت السوشيال ميديا، فده بيساعدنا اكتر في الانتشار ان احنا نوصل الافكار بتاعتنا بسرعه يعني بسرعه. الافلام القصيره ممكن كان ممكن تبقى زمان فعلا ملهاش جمهور قوي، بس اعتقد فعلا زي ما انت قلت زي السوشيال ميديا وانتشاره والافلام او الفيديو زي ما كل ما تبقى مدتها اقل ده بيبيع جدا، وخاصه اللي جيلنا من جيل الشباب، فاعتقد ممكن الافلام القصيره تكون ليها مستقبل اكبر الفتره اللي جايه. بالظبط، هو بس الفكره كلها انك تخش على تدوس على فيلم دي تبقى حاجه صعبه جدا، احنا من غير كمان معانا ما معناش راعي وما معناش شركه انتاج، فده كان هدفنا اصلا كجروب ان احنا نخلي فيه جمهور للافلام القصيره دي. فبدانا بقى نشتغل على الحاجات دي واحده واحده زي ما حضرتك قلت من 7 سنين لحد ما الحمد لله وصلنا للفيلم بتاع لعبه الباشا ده. انت هنا بتكلمني على فريق عمل، انت فريق عمل على مؤمن بس مين فريق العمل؟ احنا معايا زمايلي، في محمد بكر، في علي الباهي، في محمد منطوي، في عبد الرحمن ياسر. ده نسميه كرو يعني ما بين مدير تصوير وما بين كاتب، صح كده؟ بالظبط، وامير طلعت ده مدير التصوير بتاعنا على طول. فهتلاقي اسماء مكرره في كل الافلام. بس ما بيفرقش بقى مين فينا بيخرج، مين فينا بيألف، مين فينا بيصور. قد ما بيفرق ان احنا كلنا نكون متحمسين الفكره دي انها تطلع بتفرق اما تثبت فريق العمل كده، يبقى خلاص صحابك واشتغلتوا مع اعمال كتير، فبيسهل الكيمياء بتبقى راكبه بقى خلاص. يمكن كنا الاول يعني مش فاهمين الموضوع ده، لكن بعدين مع الشغل فهمنا لا ان لازم مهم جدا حته ان انت تبقى مثبت الكروب بتاعك ده، لان انت مثلا اللي هيألف فيلم هيبقى مطلوب منه ان الصوره يعني يبقى واثق في مخرج انه يطلع له الصوره بشكل معين، ومطلوب منه برضه ان مدير التصوير يطلع له صوره بشكل معين، عشان ما الفكره بتاعتك ما تتوهش وتبوظ يعني. الافلام القصيره بتبقى اقل امكانيات شويه، امكانيات ماديه، فممكن تبقى اقل كمان في استخدام الادوات بقى والكاميرات والحاجات دي، صح؟ ده ممكن بالموبايل كمان يصوروا الافلام دي. في مهرجانات على فكره بتصور يعني خاصه بالموبايل. فالامكانيات الاقل دي بتديك مساحه ان انت عندك افكار كشباب، فممكن نبدع في الافكار دي باقل تكلفه. بالظبط. بدات اول حاجه ايه؟ اول حاجه احنا عملنا فيلم كان اسمه مذكرات منتقم، احنا عملنا حوالي 3 أو 4 أفلام يعني لو بادجت يعني مفيش خالص، ده هي دوبك كاميرا وبننزل نصور. بعدين عملنا حوالي 3 أفلام كده، بس بدانا بقى واحده واحده نتعلم بقى، نفهم بقى الاساسيات هتبقى عامله ازاي، وبالذات ده يعني الموضوع ده تقل بالنسبه لي لما دخلت كليه الاعلام، ففهمت بقى الدنيا بتبقى ماشيه ازاي يعني. فهمت لا ان المايك لازم يكون مايك موجود، فهمت ان لازم الكاميرا تكون نوع معين يبقى موجود عشان اطلع كواليتي معين يعني في السوق. طبعا. لحد بقى ما وصلنا للافلام، اول فيلم عملناه شارك في مهرجان القومي، كان فيلم اسمه زاويه شباك. ده مش انا المخرج فيه، كان زميلي محمد بكر المخرج فيه، وانا كنت احد ابطال الفيلم يعني، كان بيتكلم عن التوحد. فشارك في مهرجانات، مهرجان سوريا، وشارك في مهرجان القومي، وشارك في مهرجان الجامعه الامريكيه، شارك في كذا مهرجان. الجوائز دي او مشاركه المهرجانات دي بتبقى دافعه ان انا اكمل، انا ماشي كده في طريقي صح وواضح، فانا عايز اكمل. احنا مش مهم بالنسبه لنا يعني ان احنا ناخد جايزه على قد ما ان احنا نبقى مشاركين في مهرجان ده عشان فكرتنا، او نقول احنا موجودين يا جماعه. الافكار بتاعتنا موجوده. دايما بتبقى الافلام القصيره بتبقى هي الخطوه للافلام الروائيه بقى الكبيره، ده في دماغكم كفريق عمل؟ طبعا ده حلمنا، هو احنا كنا يعني ده كنا عايزين نعملها كبوابه ان هي تدخلنا للمجال بتاع الافلام الطويله ده.
ايه الافكار اللي بتشتغلوا عليها مؤمن؟ يعني واضح ان في طاقه شبابيه وفي موهبه جوه، هتكلم عليها دلوقتي، بس ايه الافكار اللي اشتغلتوا عليها في الافلام دي؟ احنا كل الافلام بنشتغل على المشاكل الشبابيه او المشاكل الانسانيه، بس مش بالشكل العادي، احنا بنحاول نعمل بشكل غير تقليدي. يعني مثلا زي فيلم لعبه الباشا ده، احنا عاملين سجن وعاملين وجايبين استاذ بيومي، وكل ده الفيلم بيتكلم عن اختلاف وجهات النظر. يعني احنا مش عايزين نعملها فكر يعني كحاجه عاديه، لا احنا عايزين المشاهد يبقى هو اللي بيدور علينا، هو اللي عايز يشوف لا الناس دي بتعمل افكار بطريقه غريبه، يعني طريقه جديده. طب هنا تقول اختلاف وجهات النظر، عايز تبعت لي رساله تقول لي ايه؟ تقول لي ان اختلاف وجهات النظر ده صحي مثلا، ما المفروض ما يتحولش لخلاف، ولا ايه الزاويه؟ احنا كنا عاملينه على اساس ان الزنزانتين دول، ان كل واحد بيشوف الفكره بتاعته او وجهه نظره من الناحيه بتاعته هو بس، يعني في حين ان هو لو راح الناحيه الثانيه لا هيشوف هيشوف المشكله من منظور ثاني. حط نفسك مكاني، حط نفسك مكاني بس. هي دي الفكره، فهي دي الاساس يعني. ده طيب لعبه الباشا اعتقد فيلم حقق نجاح معايا، اقنعته بيه فؤاد ازاي؟ هو والله انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، عشان ده ليه كواليس كتير الفيلم ده. احنا كنا الاول كان مشروع تخرجنا، واحنا كان بعد المشوار يعني مش هقول طويل قوي، بس المشوار اللي احنا مشيناه في الافلام القصيره ده، كنا عايزين نعمل حاجه لا نعدي بقى المستويات اللي احنا عملناها دي كلها. فاحنا بدانا نتكلم اكتر من فنان، ففي منهم وافق، في منهم استجاب معانا وافق، بس المشكله احنا عشان لسه بقى اول تجربه يعني حاجه بروفيشنال، فاتاخرنا في ان احنا نعمل نظبط مع المدينه ونظبط في حاجات ثانيه، وكنا سايبين الاستاذ بيومي في اخر حاجه عشان قلنا صعب انه ممكن يجي يعني. طبعا مشغول باعمال كتير، مشغول باعمال كتير، مع ان اصلا احنا كنا كاتبين يعني على يعني على شخصيته هو، والناس اصلا بتفتكر ان بيومي يعني فيلم كوميدي، لا هو فيلم مش كوميدي، فيلم كان حاجه دراما يعني. لا ده موهبه كبيره بيومي، يطلع من اللي انت عايزه يعني، وظفه زي ما انت عايز هيطلع زي ما انت عايز. بالذات لما قابلناه لا ده حاجه جباره يعني. طبعا طبعا. فاول ما بعتنا له السيناريو على طول قال انا معاكم. هي. فالمفروض هو كلمنا قال لنا انا هاجي ساعتين بس، فكونوا مجهزين الدنيا. فاحنا المشكله ايه؟ في حاجات حصلت يعني، في حاجات حصلت في في الاعدادات وكده. فقعد معانا خمس ساعات يعني، قعد معانا يعتبر نص يوم. ده بالنسبه لممثل حاجه طبعا يعني كبير جدا طبعا حاجه، فبشكره جدا يعني ان هو انا بشكره منك لدعمه للشباب ولدعمه للمواهب يعني. دي الفنانين اللي بحبها الصراحه يعني، ممكن كتير جدا يقول لا حتى لو فتره راحه ليا من اعمالي كتير اريحها احسن، فانه يدعم الشباب ده شغل محترم جدا، وان هو امن بالفكره. وكمان طبعًا في حاجات هو علق عليها في السكريبت وفي في الفيلم عامه، لما ناقشناه اقتنع بوجهه نظرنا، قلنا خلاص طالما انتوا عايزين كده يبقى هيطلع بالشكل اللي انتوا عايزينه. يعني كان متساهل خالص معانا، ما دخلش كمان كنجم كبير اجود بقى لا اعمله ده او اعمله ده، التزم بالمخرج والتزم بالكتابه وكل حاجه بالظبط. هو والحمد لله ده على فيلم احنا لغايه دلوقتي عملناه في اسبوع واحد محقق حوالي 100,000 مشاهده لحد دلوقتي ما شاء الله. هم الفنانين الكبار لازم تلاقي عندهم مقومات النجاح من كل بالزبط. حاجه، وهو ده اللي موجود صراحه في بيومي وفؤاد. وجود نجم طبعا حاجه هتفرق يعني، حاجه تفرق جدا، في بالذات ان احنا كشباب ملناش جمهور قوي، فمحدش هيخش يتابع الافلام بتاعتك الا لو انت بتعمل حاجه بقى ما حصلتش. ولو موجود نجم كبير ده هيفرق طبعا، هيخلي ناس تهيئ تدور تخش تتفرج على الفيلم ده. مشروع تخرج نجحتوا بيه طبعا كانتهاء من العام الدراسي، ولكن نسب المشاهدات بتقول لي 100,000. هو انتوا بتسوقوا ازاي اصلا الافلام القصيره دي؟ ما هو ده اللي كنت بكلم حضرتك فيه من الاول، بقول لحضرتك احنا المشكله ان احنا ما عندناش شركه انتاج ولا معانا راعي. فالموضوع بيبقى صعب جدا ان انت تفرض نفسك على الجمهور يعني. طبعا. فبالتالي بنبدا بقى نلجا للترويج والسبونسر والكلام ده، بس طبعا ده لو معانا حد بيسوق لنا بشكل كويس لا هننتشر اكتر، وده هدفنا، احنا عايزين ننتشر اكتر يعني، الافكار دي توصل بشكل كبير. مش عارف هم ليه مش مقتنع، لان الكلام ده كنت ممكن اقوله زمان، دلوقتي لا عندك وقت السوشيال ميديا وعندي اقدر اعمل قناه مثلا على اليوتيوب واحط فيها افلامي والناس تجي لك يعني. موضوع التسويق عن طريق راعي او منتج يتولانا وشركه انتاج خلصت شويه، ده اعتقد الافلام الروائيه اصلا بتشتكي من ده. ده انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي بقت اكتر كمان يعني. مش لا ده دلوقتي انك يبقى معاك راعي ويبقى معاك شركه انتاج بتدعمك، ده هيبقى ده هيسوق لك وهيدي لك مساحه اكتر ان الناس كتير تتفرج عليك. احنا ممكن بنسوق، احنا بنسوق بس طبعا مش بنوصل للعدد اللي احنا متخيلينه يعني. في مشاهدات بتجيب مليون و2 مليون و100 مليون كمان، ده بسبب ايه؟ بسبب التسويق. طبعا. كويس يعني. طبعا. فطبعا هو ده اللي احنا محتاجينه. ما نعرفش مدى مصداقيتها مشاهدات حقيقيه ولا لا، مش موضوع بس انا ممكن يبقى ال 100,000 مشاهده دي بالنسبه لي لا، هو ده نجاح للعمل. طبعا طبعا الحمد لله. لو معانا راعي بقى طبعا طبعا هتزيد. الموضوع بتشتركوا ازاي بقى في المهرجانات المختلفه؟ احنا بنقدم، بيبقى فيه بينزلوا يعني الليسته بتاعت التقديم، شروط التقديم. هي. وبنقدم وبنخش في منافسه مع اكتر يعني، مثلا زي مهرجان ابداع. انا شاركت بيه في فيلمين. بنصفي من وسط جامعات مصر كلها، بيصفي بنقي بس حوالي
حوالي 80 فيلم هي. ده بيصفي بيوصل فاينل بس من خلال يعني السوشيال ميديا برضه بيعلنوا. ايه الخيله بقى اللي انا فيها ما بين مؤلف وما بين ممثل وما بين مخرج؟ انت عايز تروح فين؟ بص حضرتك الشغلانه دي علمتنا ما نعطلش. طبعا احنا ما نعطلش. كان عايز اقول لحضرتك واقف على ممثل دور هخش انا اعمله. يعني اشتغلت مصمم بوسترات واشتغلت في المونتاج واشتغلت في الاخراج واشتغلت في التاليف واشتغلت في التمثيل. يعني حضرتك عارف طبعا في الفتره بتاعت الشباب دي بيبقى الواحد محتار عايز طبعا الواحد محتار عايز يوجه موهبته فين بالظبط. فده طبعا يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى واهلي صحابي شجعوني ان احنا التيم بتاعنا لا نشوف احنا ممكن نساعدك ازاي او نقدر نظر الكلام ده ازاي. فقعدت اجرب في كذا حاجه منهم فيلم حياه في 18 ده كنت واخده تحدي بيني وبين نفسي ان هو انا مخرج ومؤلف وممثل عايز اشوف الشكل المنتج هيطلع عامل ازاي. وفيلم 4 دقايق مدته 4 دقايق بس الحمد لله. يعني انت مؤلف الفيلم ده فرحت حاطط لنفسك دور في النص كمان انت مؤلف حد. وانا اللي هخرج كمان عشان حاجه عندي وانا هسيبه وشاركت بيه في فاينل ابداع ده انما لسه ما شفتش مؤمن عايز يروح فين. لا لسه بس لغايه دلوقتي مقتنع بالاخراج والتمثيل. يعني خلاص بقولت التاليف مش سكتي خلاص بعيد شويه ولا الافكار اللي ممكن تبقى موجوده جواك تديها لحد يكتبها يكون حد برضه متميز من فريق العمل ده انه بيكتب كويس بالظبط. في الكروب بتاعنا احنا معانا 2 مؤلفين جامدين فاحنا دلوقتي بقينا معتمدين عليهم بشكل جامد. انت بتشوفها مهم ان هي هوايه ولا هي موهبه ولا هي دراسه تحديدا موضوع الاخراج والتمثيل؟ لا هي بتبقى طبعا اولا موهبه وانت بتثقلها بالدراسه تمام. بالذات طبعا لما بتنزل سوق العمل وبتنزل بتجرب بنفسك لا بتقول لا يعني انا شاطر فين؟ انا شاطر في حته التاليف ولا شاطر في الاخراج لان ده كل حاجه فيهم قصه كبيره يعني في حاجات كتير فيها. يعني الاخراج الروائي او السينمائي تحديدا لازم بيبقى انت شايف حد، انت شايف مين؟ يعني مين اللي انا عايز ابقى مخرج زيه او مين اللي بحب تكنيك الشغل بتاعه في الاخراج؟ لا بس دلوقتي في كتير جامدين دلوقتي يعني في استاذ مروان حامد طبعا واستاذ بيتر ميمي واستاذ محمد سامي واستاذ طارق العريان. لا في كل دول ناس تقال يعني. ثلاثه الاخرين كده نجحوا قوي في الدراما، نجحوا قوي في المسلسلات. انت رايح للحته دي؟ لا انا عايز سينما، بحب السينما جدا. طبعا. والتمثيل شايف مين؟ بتتفرج على مين؟ لا في كتير طبعا. يعني لا المؤمن انا الراجل ده بحب قوي اداؤه يعني انا بحب عمر الشريف جدا. يعني انا بتابع حاجات قديمه يعني. وطبعا في ممثلين زي دلوقتي شايف حد جديد خالص؟ استاذ خالد نبوي طبعا بحبه جدا. تقيل وهو استاذ محمد فراج برضه. لا في كتير بتابعهم يعني. اللي جاي ايه؟ اللي جاي احنا دلوقتي شغالين في افلام قصيره برضه، بنحاول نعمل فيلم تاني يكون يعني حاجه اقوى من لعبه الباشا. وعلى فكره لعبه الباشا مش انا بس المخرج فيه، احنا 2 مخرجين يعني انا وعبد الرحمن ياسر زميلي، احنا 2 مخرجين في الفيلم ده. فاحنا دلوقتي بنتفق ان احنا نحاول نعمل حاجه اقوى من لعبه الباشا وبنحاول نتواصل مع فنانين وفي فيلم ان شاء الله قريب يعني. طيب اول ما الفيلم ده يخلص ان شاء الله وينجح تيجي لي بقى وتقعد معايا تاني عشان ابارك لك على النجاح. نجمنا مؤمن وائل طاقه شبابيه كبيره جدا مع فريق عمل محترم جدا، ده اللي احنا بنحاول نعمله دايما في صباح الورد، ان احنا نلقي الضوء على النماذج الشبابيه اللي عندها طاقه وعندها امل وعندها طموح انها تشتغل وانها تكبر في المجال بتاعها. مؤمن نورتنا في صباح الورد ودايما موجود معانا كده يا رب ان شاء الله. مبسوط بالدعوه الكريمه دي. كل شكر ليك. خلصنا فقرتنا الاولى، لسه عندنا فقرات اخرى، فابقوا معانا. رجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا لفقرتنا الثانيه. انا صراحه ما اعرفش مين في فريق الاعداد المحترم سواء عماد ولا عبد الله ولا طارق ولا اسلام اللي عمل فيا كده، جايبين لي بنت تتكلم معايا في الرياضه واهلاويه، ففاكريني مثلا هبقى بالراحه عليها؟ لا هنكلم وهنقول والاهلي والزمالك جايين، فربنا يستر ونشوف هنعمل معانا ايه. ضيفتنا صحفيه شابه مهتمه جدا بكره القدم، دخلت مجال الصحافه الرياضيه، مجال صعب جدا عليها، وبعدين دخلت كمان ايه لتاليف الكتب عن الرياضه عشان تكون اول مؤلفه للكتب الرياضيه، الفت 4 كتب لحد دلوقتي معظمهم عن كره القدم، ولانها كمان في الاصل مشجعه واهلاويه، نسيتوا تكتبوها بقى اللي هي مشجعه واهلاويه كمان قوي يا جماعه، هنعرف ده النهارده من ضيفتنا بسمه صبحي. صباح الورد عليك يا بسمه. صباح السعاده يا فندم. الطبيعي ببقى يعني لطيف مع ضيفي ويعني لازم اتكلم بالراحه وبتاع، انا انت داخله لي قبل الماتش الاهلي والزمالك بيومين واهلاويه، طب اعمل فيكي ايه؟ دي يريحك. ولابسه الابيض يعني بتستفزني اكتر كمان. دي روح رياضيه. مجال صعب قوي يا بسمه، ايه اللي وداكي فيه؟ حبي للرياضه والكوره. الحب الكورة عامة يعني انت بتقعدي تتفرجي على الماتشات، ده النهارده الساعة 3 في مثلا الزمالك هيلعب بكرة، كنت زينا كده طبعا. من وانا صغيرة
حابه جدا الرياضه. حد في العيله حابب الكوره فخلاكي تروحي للحته دي ولا انت اللي حابه؟ لا يعني هو اخويا وبابايا وماما برضو بيتفرجوا بس مش يعني. والبيت كله اهلاوي ما شاء الله. حابين قوي. ربنا يستر. طيب روحتي للكوره وبتحبيها وبتتفرجي عليها، ايه اللي خلاني كمان بقى اوثق ده او اعمل كتب واكتب ده؟ انت اصلا خريجه حقوق لو انا عندي معلومه صح يعني، صح كده؟ اه صح. من وانا صغيره كنت عايزه اما اكبر اشتغل حاجه ليها علاقه بالكوره يعني. بس ما كنتش عارفه ايه بصراحه. فانت بتسهويكي الكتابه عامه يعني، انت بتكتبي عامه بره موضوع الكوره كنت كاتبه بتكتبي؟ لا يعني انا بدات كتابه كان كوره ورياضه. في مجله كلمتنا. وكان بالصدفه يعني. قالوا لي كنت كتبت بوست على الفيسبوك عجبهم فقالوا لي طب تعالي اكتبي معنا في القسم الرياضي. ففعلا اشتغلت معاهم. بعد كده بقى جات لي فكره الكتب. لان انا اصلا بحب القرايه قوي فكنت بدور على كتب رياضيه في المكتبات كانت قليله جدا. ويا اما هي عن الاهلي او عن الزمالك لكن ما فيش كتب رياضيه. انت اعتقد بدايتك كان في صفحه كانت اللي هي محطات رياضيه اعتقد، ان انا كنت بشوف اشادات كمان من لعيبه كوره كتير. ما هي الصفحه كنت عاملاها كدعايه للكتاب. وبعدين تحولت بقى انها تكون صفحه رياضيه بكتب فيها اخبار وحاجات. الاشاده يومية. كانت من نجوم الاهلي ولا من نجوم الزمالك؟ عشان اعرف بس انا رايح فين الفتره اللي جايه. لا يعني من ده وده. اذا انا عايز اوصل لايه؟ كتاباتك موزونه يعني، الصحفي مهما كان انتمائه لايا من الانديه سواء الاهلي او الزمالك يقدر يفرق ده ويقدر يقدم الاعلام محايد رياضي في الاخر ولا ما بيقدرش؟ لا اكيد بيقدر. يعني في الشغل لازم الصحفي او الاعلامي يبقى محايد. لكن شخصيا بقى هو براحته يعني، يبقى اهلاوي زملكاوي براحته. طب على الهوا كده سريعا، عندك منشات هتكتبيه عشان الاهلي والزمالك اليوم الجمعه، هتكتبي ايه؟ شوفي الانتماء هيخرج ولا لا؟ هتعنويني الماتش ايه؟ يعني معركة القرن يعني. معركة القرن، خليتيها القرن ما شاء الله. متابعة للتفاصيل يعني، متابعة مثلا ان بعض من لاعبي النادي الاهلي اصيب بكورونا فده ممكن يبقى عامل طبعا ضعف بالنسبه للنادي الاهلي. سمعت امبارح ان حمدي الونش كمان من نادي الزمالك اصاب بالكورونا، بس لحد الساعه 12 بالليل لحد قبل ما انام كان لسه النتيجه ما طلعتش. النتيجه الثانيه لا، النتيجه الثانيه طلعت او طلعت ايجابيه برضه، الونش فعلا مش هيشارك ايجابي، لكن حازم امام ومحمد حسن طلعوا سلبي. بس ما قوي ما شاء الله وانت بتقولي الونش، انما ما قلت على لعيبه الاهلي رحت عامله لي كده. طيب شايفه الماتش ازاي؟ الماتش هيبقى صعب جدا الحقيقه. وصعب انه حد يتوقع يعني مين هيكسب. خصوصا انه الفرقتين حاليا مستواهم تقريبا نفس المستوى. يعني مثلا دايما خط الوسط هو اللي بيتحكم في المباراه. فهتلاقي في الزمالك طارق حامد وفرجاني ساسي. وفي الاهلي عمرو السوليه. و هو فرجاني رجع وانضم للفريق اعتقد كان هو من العالقين، هو ومعلول، هو وبن شرقي رجعوا خلاص انضم وعملوا المسحه بتاعي وانضموا للمعسكر. فهتلاقي يعني خط الوسط مين عوامل القوه هنا وهنا يعني. في الزمالك مين عوامل القوه اللي ممكن تحسم الماتش لصالح الزمالك، او في الاهلي مين ويحسم الماتش لصالح الاهلي؟ في الزمالك ابو جبل مثلا. ومصطفى محمد. وساسي. في الاهلي ممكن طبعا الشناوي طبعا، وممكن نقول اليو ديانج. ممكن افشه. يكون ليهم دول اللي يبقى علامات بارزه في الماتش ده. هرجع للكتب سريعا قبل ما اروح للماتش، الماتش ده احساسي ان فيه ريمونتادا يعني، فيه هيحصل حاجه، الماتش هيروح في حته وبعدين هيرجع في حته ثانيه. بتحكي ليه؟ ماشي. كتبتي ريمونتادا كان عن ايه الموضوع؟ هو كان عباره عن 35 قصه ملهمه من تاريخ كره القدم عالميا مش داخل مصر. من ده وده.
وخمس قصص رياضية بعيدا عن الكورة يعني. كلها بمعرفتنا بريمونتادا، يعني الماتش مثلا سي 1-0 نادي الزمالك عاد الاهلي وبقى 3 مثلا، ده الريمونتادا بنسميه في الكورة هو ده. صحيح. كلها قصص كده لمباريات كده ولا كانت ايه؟ لا خالص خالص. هو يعني الموضوع كان عن روح الريمونتادا، يعني الناس اللي عندهم الروح الاصرار والعزيمة اللي انا اقدر ارد تاني وارجع تاني. بالظبط. ده اخر كتاب اعتقد. لا ده كان تاني كتاب ليا، الاولاني كان محطات رياضيه وبعدين ريمونتادا وبعدين حكايات اهلاويه وبعدين سر الاهلي. كله اهلي اهلي اهلي، حتى ريمونتادا هتلاقي عارف لو دخلت جوه القصص دي هتلاقي نصها الاهلي برضه. طب قول لنا قصتين كده من ريمونتادا اللي انت رصداهم. مثلا كان في لعيبه امريكيه اسمها ميشيل ايكرز، دي كانت نجمه كبيره في منتخب كره القدم للسيدات في امريكا، وهي اول لعيبه تسجل جون رسمي للمنتخب وقادتهم لان هم يكسبوا كاس عالم، والفيفا منحتها لقب لعيبه القرن. هي كانت ذكية وشجاعة وبترمي نفسها على الكورة ما بيهمهاش ايه اللي هيحصل يعني. كانوا بيسموها المحاربة. بس الحقيقة انه طريقتها في اللعب دي كلفتها كتير قوي يعني. بمعنى يعني مثلا عملت عمليات كتير قوي، منهم 12 عملية في ركبتها بس. وللأسف اتصابت بحاجة اسمها متلازمة الإرهاق المزمن. ودي ضعف يعني العضلات، ما كونتش عضلات بصوره مناسبه فعملت ضعف عام. يعني المتلازمه بتتعبها في كل جسمها طول الوقت وبتتعبها عصبيا كمان. بس هي بتقارنيها يعني قارنتيها مثلا باحد لاعبي كره القدم الرجالي، يعني مثلا رونالدو برضو من اللعيبه اللي عملت عمليات كتير جدا. هل قارنت مثلا في الكتاب حاجه زي كده؟ لا هو كنت بترصدي الحاله بس. قصه. فهي رغم كده كانت بتنزل برضو تلعب وتحقق انجازات مع المنتخب الامريكي، فكان كل اللاعبات بيدخلوا غرفه خلع الملابس يحتفلوا او ياكلوا ويشربوا، وهي كانت بتدخل يعلقوا لها محاليل وجهاز التنفس. اللي مشقيك يا بنتي على اللي انت بتعمليه يعني عارف وانا بقرا ده، ايه اللي وداكي في الحته دي؟ بس ما حاولتيش تمارسي خالص كره القدم لحبك الشديد ده وان انت كتبتي؟ ما مارستيش خالص؟ لا للاسف. مش حابه يعني؟ لا صعب شويه يعني. انا شايف صوره ليكي كمان دلوقتي على الشاشه. ده احمد احمر تقريبا؟ كابتن الاحمر الاحمر. انت بس مش كره قدم بقى، ده كده انت كده رايحه باقي المجالات الرياضيه سواء اليد او باقي الرياضات. بالظبط. وحتى في كتاباتك كده مش مركزه بس على كره القدم. اول كتابين اللي هو محطات رياضيه وريمونتادا كانوا رياضه. الاعلام الرياضي من الاعلام الصعب الدخول فيه، ومش اي راجل يقدر يخش فيه كمان. دخولك انت شفتي ازاي بعد ما دخلت الاعلام الرياضي؟ لا يعني الموضوع لطيف يعني. بس هي المشكله في اني بنت بقى، دي طبعا مشكله كبيره قوي بقى. طبعا. يعني ايه الصعوبات اللي واجهتك مثلا؟ هي اكتر حاجه بتضايقني التريقه. يعني وبعدين التريقه بتبقى على انتماءاتك او تحليلاتك ولا تريقه ان انت بنت عامه؟ التريقه ان انا بنت بتتكلم في الكوره او بتكتب في الكوره. يعني انت كان لازم تطلعي ولد مش بنت. لا انت مكانك المطبخ. الحاجات يأسك ده او ضعف من عزيمتك شويه ان انا ايه، طب انا اخش في حاجه تانية او خليني كاتبه لكتب رياضيه وخلاص هبعد عن الوسط الرياضي عامه؟ لا بالعكس يعني خالص. انا حاسه يعني كنت حابه ان انا اثبت انه ده مش صحيح يعني. البنات ممكن يعملوا اي حاجه ليها علاقه بالكوره، يلعبوا كوره او يبقوا حكمات او يكتبوا فيها. انت طموحاتك في الاعلام الرياضي ايه؟ هفضل في مجال الكتابه ككاتبه صحفيه ولا ممكن ابقى محلله او ممكن مثلا ابقى مذيعه لبرامج رياضيه؟ الطموح واصل لحد فين؟ لا انا شايفه نفسي كاتبه اكتر. اكتر. حابه اعمل كتب رياضيه كتير. بحيث ان الثقافه الرياضيه تنتشر في مصر اكتر من كده. خصوصا الكتب بتعيش يعني. الثقافه الرياضيه ما تيجي تكلميني مثلا واحنا كلنا بنستعد يوم الجمعه هنعمل ايه في الاهلي والزمالك، ولكن عايزين برضو يبقى في نبذ مثلا للتعصب، اعتقد ده من الثقافه الرياضيه اللي لازم تبقى عندنا. هتشتغل انك تكتبي كتب عن ده مثلا او تكتبي مقالات في وقتها؟ محتاجين مثلا مقاله من بسمه دلوقتي
تهدي الجمهورين شويه، ما يمنعش التحفيل الجميل الظريف ده اللي بيحصل ماشي، بس نهدي التعصب ان ما يطلع الماتش، لان في الاخر مصر هي اللي هتفوز سواء الاهلي او الزمالك. دي ثقافه رياضيه اللي تقصديها اللي انا بتكلم عليها؟ اه دي، وبجانب انه الناس تبقى عندها معلومات رياضيه عارفاها، يعني الاهلاويه يبقوا عارفين تاريخ ناديهم، الزملكاويه يبقوا عارفين تاريخ ناديهم، هم ليه اصلا بيشجعوا النادي ده، يعني انت بتشجعه كده وخلاص عشان انت طلعت لقيت نفسك زملكاوي، ولا انت لا عارف تاريخه بقى وعارف هو قد ايه نادي عريق ونادي قوي. الطبيعي ان انا اقول لك طب مين مسك الاعلى في الاعلام الرياضي؟ مفيش كتير من البنات او السيدات الموجودين، فانت اكيد تعنيكي على شخصيه معينه رياضيه، انا عايزه ابقى بالامكانيات دي او عايزه ابقى بطريقه الكتابه دي، مين؟ هو طبعا ما اقدرش اوصل له الدكتور خالد توحيد الله يرحمه. اه طبعا هو اللي كاتب لي مقدمه اول 3 كتب ليا. كان داعم ليكي؟ اه كان بيشجعني جدا. اه وكان دايما يقول كان من الاعلاميين الرياضيين متزنين جدا، اتشرف يعني بصداقته، كان متزن جدا كمان الله يرحمه. فهو كان بيقول لي حلو انك تكتبي كتب كتاب رياضي، بس الاهم انك تستمري بقى في انك تعملي كتب كتير، لان هي اكتر حاجه بتعيش مع الناس. بس من شابه صغيره، ليه اتجاهاتك للكتب؟ ليه ما اتجهتيش مثلا للسوشيال ميديا وان انا اعمل صفحات ويبقى عندي مقالات PDF موجوده على السوشيال ميديا؟ ليه رايحه للكتب؟ ليه لسه محتفظه بثقافه الكتاب والقراءه؟ اه يمكن عشان انا بحب القرايه قوي، بس في نفس الوقت انا شغاله صحفيه رياضيه، وعندي بيج على الفيسبوك اسمها محطات رياضيه، بكتب فيها بشكل يومي. يعني انت مستغله الادوات كلها؟ اه بالظبط، ادواتك اللي انت بتحبيها ككتابه وقراءه من خلال الكتب، ومجاريه برضو الاحداث من خلال السوشيال ميديا والحاجات دي كلها. اما بتروحي المصدر الرياضي مثلا عايز تاخدي منه معلومه، بيستجيب معاكي ولا بليكي بنت لا خلاص بقى مش مشكله؟ لا يعني في وفي. اما بكلم طبعا الاهلاويه كلهم بيستجيبوا عشان نبقى صراحه اكيد يعني. لا ما بكلم حد في التليفون، احيانا بيفتكروني حد صغير او كده عشان صوتي، عشان صوت. فاحيانا مش بيوافقوا يعني. انما مش انتماءات يعني؟ لا يعني مثلا مش الزمالك ما بيرضوش يرد عليك، الاسماعيلي ما بيرضوش يرد عليك، ايا كان؟ لا عادي. ده كله لسه برضو محفزك ان انا هكمل وهجيب مصادر اكتر واعرف معلومات اكتر؟ اكيد طبعا. كتبك انت قلت لي برضو عايزه اعرف الناس ثقافه النادي الاهلي بتاعه ايه، بطولاته ايه، الكلام ده كله، دي بتروحي الارشيف مثلا داخل النادي الاهلي فبتخش النادي وتعرفي الحاجات دي كلها، وبترجعي لجوجل مثلا والمراكز البحثيه كلها؟ لا برجع لجوجل، وبرجع مثلا كتب قديمه زي كتاب استاذ حسن مستكاوي طبعا، الأعداد القديمة لمجلة الأهلي الأسبوعية أو الشهرية، مجلة الأهرام الرياضي برضو الأعداد القديمة اللي كاتبة حاجات تاريخية عن الأهلي. بس كده. بتكتبي حاجة؟ بتجهزي كتاب الفترة اللي جاية؟ عندك فكرة لكتاب الفترة اللي جاية هتكون إيه مثلا؟ هو أنا كان المفروض نازل لي كتابين على معرض القاهرة، بس للأسف هو اتأجل. كتاب رياضي وكتاب مش رياضي بقى، كتاب أثري يعني. ايه اللي ودانا بقى الخيال اللي هتخيلنا تاني دي؟ ما انت كنت رياضه وماشيه وعاملين نسندج اهو ونقول اهلاويه وساكتين، ايه اللي وداك للاسد؟ لا انا بحب التاريخ قوي. انت واضح انك بتحب القراءه عامه، بتحب المثقفه عامه، فده بيطلع بقى ان انا هكتب الفتره اللي جايه كده. انما في كتاب رياضي الفتره اللي جايه. بكتب ايه؟ فكرته ايه او مضمونه ايه؟ يعني خليه مفاجاه بقى. احرقي الموضوع يا بسمه، يعني مش كفايه انك اهلاويه وساكت؟ انت كده 4 كتب، لسه الارشيف هيزيد عن كده ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله، اتمنى ان شاء الله باذن الله. بسمه صبحي صحفيه رياضيه اهلاويه، ما بانش الصراحه ده في معظم كلامها، يعني حاسس انها الاقي اهلي قاعد قدامي، لا واضح انها متزنه، عندها صعوبات ولكن قدرت تتحداها، بنتمنى لها كل التوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه، وتكون ضيفتنا الفتره الجايه ان شاء الله بعد ماتش الاهلي والزمالك. مش عايزين نقول النتيجه دلوقتي، التوقع بكره. حاضر، عارف ان مصر كلها مستنيه التوقع بكره ان شاء الله، بس يكون خلصت الشغل كله وابدا اقول لكم بكره ان شاء الله التوقع اخباره ايه. بسمه صبحي نورتي صباح الورد، ميرسي جدا، انا كنت حابه اهدي البرنامج للكتب بتاعتك. يشرفنا طبعا طبعا، خليك انا جاي لك. تسلمي، ربنا يخليكي، ميرسي جدا ليكي، ميرسي لحضرتك، نورتينا بسمه ودايما متالقه كده ان شاء الله. خلصنا حلقتنا النهارده من صباح الورد، بكره موجودين معاكم في نفس الميعاد.